كل شيء ديالي، هادو هما الإبداع ديالي، ما كاينش في شي كتاب، ما كاينش في شي حاجة. جنان تمسنا معروف بالبيو، كتعجبني شي حاجة اللي تنجبدها من الأرض ونطيبها ديريكتومون في الكميلة، هذاك الشيء اللي كيخليني نبدا في الأطباق ديالي. أنا دوا عندي الشغف ديالي في الخدمة ديالي نخدم بالطبيعي البلدي، أنا عزيز عليا الحاجة البلدية، وملي جيت هنا لقيت داك الشيء اللي بغيت، كنبدع في الأطباق، ما كنشوفش من شي بلاصة ولا تيورني شي واحد، كنشوف غير المنتوجات وكنبدا كنختار على راسي، أنا غير حط ليا الموس والمنتوجات نقدر نخرج أي حاجة منها، صافي كنبدا نبدع فيهم. 100% بدون سكر، بدون مواد حافظة، والو، كل شيء طبيعي. أنت من الكسكس يعني ديال التعاونيات، الزيت ديال الجنان، لي صوص اللي شفتي عندنا بأملو ديال اللوز بالخروب، الفينيغ ديال الخروب، ما كنديروش حنا شي حاجة اللي فيها المواد كيماوية، كل شيء من الزيتون، كل شيء عندنا ديال الفيرما. مكافحة نقولها لراسي، ما كنتسناش شي واحد يقولها ليا، لأنني فعلا مكافحة. ربيت 4 الوليدات لراسي، بديت من أزيرو. درت شي حوايج اللي يقدروا ما يديرهمش مراه وراجل، درت من راسي انايا مكافحه بمعنى الكلمه، ما كنتسناش شي واحد يقول لي، كنقول على راسي، وعطيتها طلقت على الاسم ديال القناه ديالي، امراه مكافحه من غير الطبخ. البيت ديالي مهليه في وليداتي، مربيهم احسن تربيه، وعندي مع الاقتصاد، انا مراه مقتصده مدبره. انا الدور ديالي كنخدم باش نشري الحولي وكندبحو، والدور ديالي كلشي كنديرو انا، المراه والراجل، الجزار وكلشي، انا اللي كندبح الخروف ديالي. ما تعلمتو من حتى شي واحد، غير سبحان الله عطينا ربي ديك القوه، بحال نقولو قويه شويه انايا. من بعد ما كنت مجوجه كان عندي الراجل ما كنتش يدبح، كان عيط لجاري اللي كيدبح ليا، وما كانش كيعجبني الحال، ما كنكونش فرحانه، ما كنرضاش. قلت علاش انا دابا ملي يعني ما عندي زهر في الرجاله، ما عنديش الحظ في الزواج، غنعتمد على راسي، أرا ندبح. دبحت، سلكت راسي، كنسلخ، دبحت المعزي، دبحت الخروف فيه 58 كيلو، طلعتو راسي في لاسانسور للسطح ودبحتوه، بالطبي ما شد معايا حتى شي واحد، دبحتو راسي هبطتو مسلوخ مقاد. الحلم ديالي تكون عندي ريستورون ديالي، غنعطي واحد الاسم اللي اسم امرأة مكافحة، ولي برودوي غيكونوا نخدم بالطبيعي، ونخدم مع التعاونيات، مع الناس اللي كتخدم بالبيو الطبيعي، وندير مأكولات ديالي، ما ناخذش من شي بلاصه، من شي حاجه ديالتي انا. النساء انا تنقول المراه ما تستسلمش، واهم حاجه اللي كنوصي عليها انه ما يزوجوش البنات صغار. البنت تكمل قرايتها، لما كملتش قرايتها دير شي تكوين، شي صنعه في يديها، باش حتى تجوجات وكان راجلها ميسر غادي تجلس في دارها، المهم تكل في دارها، ما ميسرش تعاوني وياه، عندها تكون عندها شي صنعه. الزواج الصغر ما منوش، كيخرج على الحياه ديال الانسان.